الأخ يقول هل صحيح أن مذهب أهل السنة لا يكفرون المعين؟ لا، ليس بصحيح. أهل السنة يكفرون المعين، ولكن إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. والذي يفهم هذه المسألة هم العلماء الراسخون، هم أهل الحل وهم أهل العقل، وهم الذين يفهمون الأدلة على وجهها، وهم الذين يعرفون كفر البواح، وهم الذين يعرفون اللوازم، وهم الذين يعرفون الشروط ويعرفون انتفاء الموانع. هؤلاء هم الذين يصدرون الحكم على المعين. فإذا وجد شخص قال كفرا بواحا وتوفرت فيه شروط وانتفت عنه الموانع، فلا يقال مذهب أهل السنة لك، بل مذهب أهل السنة يكفرون. المذهب أهل السنة يكفرون كل من توفرت فيه شروط وانتفت عنه الموانع، فإن أهل السنة يكفرون. ولكن حذاري حذاري، فإن بعض الناس شاب صغير في مقتبل العمر وهو حديث بدء في طلب العلم، قد يأتي لتفسير الأخيار وتحت العلماء تحت غطاء أنه ارتكب كفر بواحة، ما هو كفر بواحة، قد يأتي لك دليل عام، هو ما يفهم دلالته ولا يفهم منطوقه ولا يفهم مفهومه، قد يكون مقلدا لمنه أجهل منه، فهذا يجب الحذر منه. لا بد أن يكون كفر بواحة وأن تقوم الحجة وأن تنتفي الشبهة، والعلماء الراسخون المعنيون بضبط الحلال والحرام الذي يفهم بالصلاة والصيام والحج والطلاق هم الذي يذكرون بقضايا التكفير، والذي يعجز عن كونه يفتي بقضايا الصلاة والصيام والحج والطلاق هو أعجز من كونه يفتي. وبعض يتورع عن الفتوى في أحكام المية والصلاة، ولا يتورع عن الفتوى في أحكام التكفير وإخراج المسلمين من دائرة الإسلام، يعني من ثبت له الإسلام باليقين لا يخرج عنه إلا بيقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. حين وجد توسع في هذا الباب وتكفير من لا يستحق التكفير، وخوف كثير من الشباب في هذا الباب لا يحسنونه ولا يتقنونه، وجد ردود فعل من آخرين، وجد ردود فعل من الآخرين قالوا نلغي هذا الباب ونلغى باب حكم الردة، وهذا غلط. لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، ولا تحمل أن ردود الأفعال على إبطال حكم شرعي أجمعت الأمة عليه. أبو بكر رضي الله عنه قاتل على الردة، ولكن بمشورة من عمر، مشورة من أكابر الصحابة، كان عمر يحاور أبو بكر في هذه القضية، قضية تكفر معينا. أبو بكر جمع أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ما كان متكئا على ريته كصريح كثير من الشباب، لا يحفظ ولا الأربعين النووية، ولا يحفظ كتاب التوحيد، ولا يحفظ عمدة الأحكام، ولا يعرف المطلق والمقيد، ولا الخاص من العام، ولا يفقه في الأدلة. ثم يقول أبو بكر كفر أهل الردة، كفرهم لأنه عالم وشاور أهل بدر وشاور البيعة الرضوان وشاور العلماء والأتقياء والصالحين وتناظر معهم، كان عالما، لو أفتى وحده لكان أهلا لذلك.